تعود تفاصيل العملية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مصالحنا، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تستغل المسكن في ترويج وتخزين المخدرات على الفور. تم وضع خطة محكمة، وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، تم تفتيش المسكن أين تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 31 سنة، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج قدرت ب 10 كيلوغرام و 112 غرام زائد 4 سكاكين تستعمل في إعداد هذه السموم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1,300,300 دينار جزائري. كما أسفرت العملية على حجز سلاح ناري من الصنف الأول من نوع كلاشينكوف مزود بمخزن و9 طلقات حية. تم إيجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.